السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شباب. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنبدأ ب سبانينج تري بروتوكول. هنخوض في موضوع السبانينج تري بروتوكول بارت 1. الفيديو ده والفيديو اللي جاي بإذن الله هيكون مناقشة السبانينج تري بروتوكول بشكل نظري مع الفيديو الثالث بقى، ده هيكون التطبيق لاب على المواضيع اللي ناقشناها في السبانينج تري بروتوكول. بإذن الله سبحانه وتعالى هناخد السبانينج تري كور ميكانيزمز، يعني الميكانيزم بتاع السبانينج تري بروتوكول بشكل عام. هناخد اوفر فيو على الستاندردز بتاعت السبانينج تري بروتوكول، البروتوكولز بتاعت السبانينج تري، وكذلك الابلينك فاست والباك بون فاست والار اس تي بي. هنتناول برضو تفصيل بشكل تفصيلي مناقشة الابلينك فاست والباك بون فاست والار اس تي بي. بس مبدئيا انا عايز اناقشكو في حاجة مهمة جدا، اللي هي السيسكو هيراريكال ديزاين. الديزاين المثالي لسيسكو بيعتمد على ان يبقى عندي سويتش، تمام، وفي اوقات بيكون سويتشين، تمام. ده بيسموه طبقة الكور، دي طبقة الكور، تمام. طيب وفي عندي سويتشين تحت، تمام، ده موجودين بقى في الايه، في طبقة دي بيسموها طبقة الديستريبيوشن. يعني ده كور لاير، ده الديستريبيوشن لاير، بوصل ما بين الكور والديستريبيوشن بالطريقة دي، بالطريقة دي، تمام. طيب كلام جميل. وبعدين السويتشات بقى بيبقى في طبقة تحت بقى فيها سويتشات، الطبقة دي بيسموها الاكسس، الاكسس لاير، بحيث ان الاكسس لايرز مثلا دي لما يكون مثلا انا عندي سيرفر، ده بيبقى متصل على الاكسس لاير. لو عندي بي سي او النودز او البي سيز بتاعتي بتكون متصل على الاكسس لاير، مثلا اي بي فون يكون متصل على الاكسس لاير. يعني الان نودز بتكون متصله بطبقه الاكسس لاير، والاكسس لاير بيتوصل بالديستريبيوشن بالطريقه دي، ان كل سويتش بيكون طالع منه لينك الديستريبيوشن مثلا 1 وديستريبيوشن 2. هنا ديستريبيوشن 1 ديستريبيوشن 2، ده ديستريبيوشن 1 ديستريبيوشن 2، تمام. طيب كلام جميل. الديزاين ده مثالي فعلا، ديزاين اكسلنت، ممتاز جدا. ليه؟ لان بمنتهى البساطه انا عندي بوينت اوف فيليرز كتير جدا. يعني انا مثلا السيرفر ده محب يطلع على الراوتر، يعني يطلع الانترنت قصاده الطريق ده وقصاده الطريق ده، فاللينك ده لو وقع عنده اللينك ده شغال، تمام. كذلك البي سي، كذلك الاي ال اي بي فون، كذلك الراوتر اللي عايز يطلع للبي سي بيطلع ديستريبيوشن، ديستريبيوشن هو اللي بيطلع للبي سي. فاوقات بتلاقي في بعض الديزاينات بتلاقي ان اللي بيعمل راوتنج ما بين البيلانز هم السويتشين الديستريبيوشن ده. فلو انت مثلا عندك فيلان 10 فيلان 20 مثلا، ممكن تخلي ده يدستريبيو يراوت ما بين فيلان، يعني يكون ديفولت جيت واي بالنسبه لفيلان 10، ومثلا السويتش ده يكون مثلا ديفولت جيت واي لفيلان 20. او ممكن تكون تخلي الاثنين يشتغلوا في نفس الوقت، ديفولت جيت واي على فيلان 10 20، بس طبعا تعمل ما بينهم بقى حاجه اسمها ريدندنسي. يعني انت تخلي ده يشتغل كمين راوتر، لو ده فيلد ده يشتغل كمين راوتر، راوتر يعني نعمل راوت ما بين فيلان 10 وما بين فيلان 20. طب في بعض الديزاينات يقول لك لا، طب انا هخلي اللي يعمل راوت ما بين البيلانز هم السويتشين اللي على الكور، بحيث مثلا واحد يشتغل كبرايمري وواحد يشتغل كباك اب، اوكي. وفي بعض الديزاينات يقول لك لا، انا هخلي الراوتر هو اللي يعمل الراوت ما بين البيلانز، ان انا اعمل سب انترفيس، يعني اعمل راوتينج اون ستيك انكابسوليشن دوت وان كيو، تمام. فايده الديستريبيوشن، فايده الديستريبيوشن عندي ان هو ماسك فروادة الداتا من نود الى نود. يعني السيرفر لما حب يروح للبي سي يروح له عن طريق الديستريبيوشن. طب ايه فايدة الكور؟ فايدة الكور ان انا ممكن يكون عندي ده موجود في مبنى، يعني ممكن يكون الانفرا دي موجودة في مبنى. طب افرض انت عندك مبنى تاني، تمام، فانا المبنى التاني برضو هقوم موصل برضو هيبقى عندي مثلا سويتش هنا، تمام، وسويتش هنا، اوكي، والسويتش مثلا ده رايح على ده وده رايح على ده، تمام. ويكون مثلا ممكن يكون عندي كور يتحط هنا، فالكور برضو هنا فيه اهو،
تمام، وممكن اوصل دول مع بعض كده. يبقى انت تخيل انت عملت كده برضو كور تو كور سويتشز هنا، وده ديستريبيوشن برضو، يعني دول كور وبعدين دول ديستريبيوشن. ممكن تحط الاكسس عندك هنا مثلا، يعني ممكن ده يوصل هنا يوصل هنا وده يوصل هنا وده ويوصل هنا، تمام. فبالتالي يا جماعة الديستريبيوشن، يعني لو انت بقى عايز ايه تلم الدنيا معاك كده يعني، تمام، لان شرح السيس كويريكال ديزاين ده بيأهلك بقى ما تيجي تخش في السيس ام بي سويتشنج، هتتناول بقى الموضوع بالتفصيل اللي هو سيسكو ديزاين مودلز، الديزاينات بتاعت سيسكو في السويتش، في السويتشنج انفراستراكشر. بصوا يا جماعة في الواقع العملي، تمام، انا عندي مبنى مكون من 5 ادوار مثلا، كل دور بيكون فيه اكسس سويتش، تمام. طيب المبنى ده بيكون فيه سويتش او سويتشين ديستريبيوشن، هفترض ان هو فيه سويتشين، السويتشين الديستريبيوشن دول اللي بوصلهم بالسويتشات اللي في الادوار، تمام. طيب دلوقتي انا عندي مبنى لميت السويتشات بتاعته بالديستريبيوشن، ده مبنى 1، وعندي مبنى 2 لميت السويتشات بتاعته بالديستريبيوشن، مين اللي هيربط ما بينهم؟ اللي هيربط ما بينهم هو الكور، زي ما انا عندي دلوقتي موجود هنا اهو. يعني انا دلوقتي، وخلي بالكم ان انا ممكن مثلا استغنى عن السويتش ده خالص، يعني اعمل اوصل السويتشين دول على الكور ده، تمام، يعني اوصل السويتشين دول على الكور ده، تمام. طيب كلام جميل. ففايده الديستريبيوشن اللي هو بيمسك فرودة الداتا من نود الى نود. اما الكور لو انت عايز تروح بقى ايه من انفرا او من بيلدينج، او تروح من انفراستراكشر تروح لانفراستراكشر تانية، تمام، لو انت السيرفر ده عايز يروح مثلا للسيرفر موجود على الناحية التانية، تمام، طبعا لازم كده هنا ايه يعدي على الكور، تمام. طيب كلام جميل. فدي حاجة انا كنت عايز ايه اتكلم معاكم فيها قبل ما نخش في السبانينج تري بروتوكول. بصوا يا شباب، عشان نبدأ كده ايه نوضح المفاهيم ونبدا كده في السبانينج تري بروتوكول بالراحه كده. طيب انا بمنتهى البساطه هفترض ان انا عندي اي اس بي متوصل على الراوتر عندي في الشبكه، الراوتر ده متصل بسويتش، السويتش متصل عندي هنا بتو سويتشز، اوكي، ده مثلا كور سويتش دول اكسس سويتش باعتبار ان انا ما عنديش مثلا ايه ديستريبيوشن سويتش، وعندي جهاز كمبيوتر، الجهاز الكمبيوتر ده قصاده كام طريق يقدر يطلع بيه على الاي اس بي؟ المفترض تقول لي ان هو قصاده طريق واحد بس. طيب كلام جميل. هنا هنا ظهرت فكره، طب ليه ما وصلش السويتش ده مثلا، ده سويتش، ده سويتش 1 سويتش 2 سويتش 3، ليه ما وصلش سويتش 2 بسويتش 3، تمام. فبالتالي هيبقى قصاد البي سي، قصاد البي سي كام؟ هيبقى قصاده تو باثس للاي اس بي، بحيث ان ده لو فيلد اللينك ده فيلد يقدر يطلع من السكه دي على الاي اس بي. بس المشكله دي عملت ايه بس، او التوصيله دي عملت مشكله ايه هي؟ ان ماذا لو انا كده استفردت كده بالرسمه على الشمال، ماذا لو ان انا بعت برودكاست من هنا من السويتش ده، البرودكاست هيروح للسويتش ده، السويتش ده يطلعه من البورت ده، البورت ده يقوم مطلعه البورت ده، هيرجع لنفس السويتش تاني. سويتش 1 هو امتى يا جماعه السويتش يقول ان في لوب؟ لو هو طلع باكت، لو هو طلع باكت تمام كده من بورت مثلا، طلعها من بورت فاستي ثاني 0/1 واستلم نفس الباكت على يعني السويتش طلعه من بورت واستلمه على بورت اخر، استلم نفس الباكت على بورت اخر مثلا فاست ايثرنت 0/2، لان هو طلعها من هنا مثلا فاست ايثرنت 0/1 واستلمها هنا من فاست ايثرنت 0/2، هنا يانديكيت ان في لوب. طيب ده كلام جميل قوي. السبانينج تري بروتوكول، يعني انا دلوقتي يعني وقعنا في حيره ان انا دلوقتي عشان اعمل ريدندنسي بيحصل عندي لوب. طيب هنحل القصه دي ازاي؟ بالسبانينج تري بروتوكول. السبانينج تري بروتوكول قدم لك فكره ان انا بمنتهى البساطه عندي البري سويتشز يعني المتوصلين ان اللوب ديزاين، ان اللوب ديزاين يعني لو الباكت دي دخلت هنا تروح تطلع من هنا تبقى كده تروح هنا وترجع مره تانية. اللوب ديزاين دي ميزتها ان هي بتوفر لي الريدندنسي، بس مشكلتها في الايه؟ في اللوب. طب ده كلام جميل جدا.
السبانينج تري بروتوكول حللك ده ازاي؟ هنا السبانينج تري بروتوكول بيبدا يمشي خطوه خطوه. بس قبل ما نمشي الخطوه خطوه، تعالوا نعرف شويه مفاهيم رئيسيه في السبانينج تري بروتوكول. اول حاجه عايزين نعرف يعني ايه بريدج اي دي. طيب البريدج اي دي هو عباره، يعني خلي بالكم البريدج اي دي ده يمثل شيء بيجنريت او شيء يعني بيتم كده ايه بينزل على كل سويتش، يعني كل سويتش بيجنريت البريدج اي دي بتاعه. البريدج اي دي بيستند على حاجتين، البريدج اي دي بيستند على حاجتين، البرايورتي والماك ادرس. كلام جميل جدا. طيب البرايورتي هي قيمه بتتراوح من كام لكام؟ حد عارف؟ هي قيمه بتتراوح من 0 الى 65535. طيب كلام جميل. فكل سويتش بيجنريت لي برايورتي والماك، والاثنين بيتم وضعهم على هيئه واي دبل كولوم اكس 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 اكس. تمام كده. طب ده كلام جميل جدا. ف ال ده شكل الايه البريدج اي دي، حيث ان الواي هي البرايورتي وال12 اكس دول هم الايه، هم الماك ادرس بتاعه السويتش. كلام جميل جدا. هتقول لي طب ليه احنا بنعمل الكلام ده كله؟ ليه احنا بنشرح الجزئيه دي؟ لان بمنتهى البساطه اولى خطوات الاسبانج تي بروتوكول ان الثلاث سويتشات يعملوا الكشن للروت بريدج. ايه هو الروت بريدج؟ يعني ايه ينتخبوا الروت بريدج؟ الروت بريدج هو السويتش. تمام، هنفترض ان هو السويتش ده، السويتش اللي يختاروا سويتشين تانيين. طب ده كلام جميل. السويتشين تانيين دول اختاروا ان ده الايه سويتش، مثلا انت سويتش 1 وده سويتش 2 وده سويتش 3، فسويتش 2 سويتش 3 اختاروا سويتش 1 اللي هو الروت، وبعدين كل سويتش من السويتشات الطرفيه اللي هي سويتش 2 وسويتش 3 يعملوا ايه كالكوليشن لافضل مسار. هو سويتش 2 عشان يروح لسويتش 1 قصاده كم مسار؟ المسار ده والمسار ده، بس اقصر مسار ليه وافضل مسار ليه هو المسار ده. كلام جميل. برده سويتش 3 نفس الكلام، اللي يتبقى اللينك ده اللي في النص ما بينهم، هل سويتش 2 او سويتش 3 هيحتاجوه في الوصول الى البروت؟ لا، يبقى انا بعمل بلوك لي اللينك ده، وبالتالي بمنع حدوث اللوب. هتقول لي طب ما انا الريدندنسي كده عندي راحت. اقول لك لا، الريدندنسي ما راحتش، لان بمنتهى البساطه لو لينك ما عندي من دول بقى فيلد، حصل فيه فيلير كيس او وقع في حاله الفيلير كيس، بور او اللينك ده، اللينك ده هيرجع اب مره تانية. طيب فالسبانينج تري بروتوكول عشان نجزأ الايه المفاهيم، اول حاجه بيعمل الكشن للروت بريدج. تمام، فاحنا هنفترض ان انا عندي مثلا ايه ثلاث سويتشات. خلي بالكم يا جماعه السويتشات بتنزل بالديفولت برايورتي، اتنين وتلاتين الف سبعمية ماشي 768، يبقى 32768 ده الديفولت برايورتي لكل سويتش سيسكو بينزل. تمام، طب ده كلام جميل جدا. فانا هفترض يا جماعه ان انا عندي مثلا ايه، انا هكتب بقى الايه البريدج اي دي، انا عندي مثلا ده سويتش 1 ده سويتش 2 ده سويتش 3. فانا هفترض ان انا عندي ده مثلا ايه السويتش، تمام، والبريدج اي دي اوكي. فهفترض السويتش 1 مثلا ماك ادرس 1111 اخبى كوادراتيك 1 مثلا، سويتش 2 كوادراتيك 2 وسويتش 3 كوادراتيك 3. فانا هفترض ان انا عندي سويتش 1 سويتش 1 البريدج اي دي كده بتاعي كام؟ 32768 دبل كولوم 1111. طيب كلام جميل. سويتش 2 32768، انا عايز بس ايه يا جماعه بسجل جدول بسيط كده من السويتش والبريدج اي دي، بسجل فيه الايه البريدج اي ديز بتاعت كل سويتش من السويتشات الثلاثه اللي قصادي. سويتش 3 32768 كوادراتيك، ده كوادراتيك 2 وده كوادراتيك 3 ده سويتش 3. كلام جميل. مين مين بقى الروت بريدج؟ الروت بريدج هو السويتش الذي له اقل بريدج اي دي. طيب وحينما اقول اقل بريدج اي دي، يعني هيتم الاحتكام اولا للاقل برايورتي، فان كانوا متساويين في البرايورتي بيتم الاحتكام للاقل في الماك ادرس.
الاقل في الماك ادرس. طب انا هقارن الماك ادرس يعني الماك ادرس الاقل ده يعني هعرفه ازاي؟ يعني هو امتى سويتش 1 مثلا سويتش 2 يعني مثلا سويتش 1 مثلا افترض ده الايه الماك ادرس 1 بي 2C301111 مثلا وده بتاع ايه سويتش 1. طب افترض ان سويتش 2 مثلا 002C302222 مين الاقل منهم بالماك ادرس؟ بيتم الاحتكام الى اول ديجيت وانت ماشي من ايه من الشمال لليمين اول ديجيت متساويين متساويين. طب نخش على اللي بعده 00 متساويين هنا واحد. طب نخش على اللي بعده هنا واحد وهنا اتنين يبقى الماك ادرس ده هو الاقل اقل من الماك ادرس ده ولو كان حتى هنا مثلا افرض بعد الواحد فيه 8 وهنا فيه 7 لا 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 ده برضو يعتبر اللي فوق ده برضو الاقل ماك ادرس لان انا بحتكم ايه في الديجيتس بتاعت الماك ادرس من الشمال الى اليمين او من الديجيت رقم ايه بيت رقم 47 ل 46 وهكذا يعني تمام. فالمهم فهيتم الاحتكام للاقل برايورتي لو كانوا متساويين زي ما انا قدامي في هذه الحاله بنتم الاحتكام الى الاقل في الماك ادرس ويصبح الاقل في الماك ادرس في حاله تساوي البرايورتي ما بين الثري سويتشز هو الاقل بريدج اي دي وبالتالي هو يكون الروت بريدج. فانا عندي الروت بريدج هو سويتش 1 كلام جميل سويتش 2 سويتش 3 كل سويتش من دول هيحسب افضل مسار لسويتش 1 سويتش 2 عشان يروح الى سويتش 1 قصاده اما يروح الى المسار رقم 1 تمام اللي هو مثلا ده فاست ايثرنت 0/1 وده فاست ايثرنت 0/1 على سويتش 0/2 على سويتش 2 وده فاست ايثرنت 0/1 على سويتش 3 وده فاست ايثرنت 0/2 على سويتش 1 تمام كده كلام جميل. سويتش 2 يقدر يروح عن طريق فاست ايثرنت 0/1 الى سويتش 1 او فاست ايثرنت 0/2 يروح برضو ليه الى سويتش 1 ولكن مين الافضل؟ هتقولي بمجرد النظر كده اكيد الايه اللينك ده هقول لك لا السويتشات بتحسب الكلام ده بناء على ما يسمى بالباث كوست الباث كوست. تعالوا نبص على الباث كوست كده يا جماعه ده ليها جدول كده انا كنت حاطه في شرح الايه السلايد ده طبعا ايه البرايورتي الماك ادرس افري سويتش جنريتس اتس بريدج اي دي الكلام ده كله اتكلمنا فيه البريدج اي دي ان ذا فورم واي دبل كولون 12 اكس عشان الواي برايورتي والاكس دي الهكس ديجيت ماك ادرس. تعالوا بقى نخش في الايه ونشوف بقى الباث كوست تيبل ده الباث كوست تيبل لو كان اللينك يعني مثلا بس تنزل سلاش 1 لو كان اللينك ده 10 ميجا بت بير سكند فالكوست هتبقى 100 لو كان 100 هتبقى 19 لو 1 جيجا بت بير سكند هتبقى 4 لو 10 جيجا بت بير سكند هتبقى 2. طيب كلام جميل جدا فبالتالي تعالوا نرجع للكيس بتاعتنا هفترض ان دول اللينكات كلها 100 ميجا بت بير سكند فبالتالي الكوست عند باس 1 بالنسبه لسويتش 1 سويتش 2 سويتش 2 عنده path 1 الكوست بتاعتها كام 19 طيب والpath 2 الكوست بتاعتها 19 زائد ايه 19 صح ولا لا يعني 19 في 2 هتديني كام 38 هو بيختار ايه بقى عامله زي المتريك يا جماعه يختار مثلا الراوت الاقل متريك هنا بقى يختار الباث الاقل كوست هيختار الباث دي كلام جميل جدا هنا سويتش 2 اتفق مع سويتش 1 ان افضل مسار ما بين سويتش 2 وسويتش 1 هو هذا اللينك كذلك نفس الامر بالنسبه لسويتش 3 هيختار برضو هذا المسار ويتبقى هذا اللينك ده يتقفل كلام جميل جدا. طيب هنا لازم نتعرف على الحاجه فيما يسمى بالبورت رولز ايه هي البورت رولز يعني يا جماعه البورت اللي واصل ما بين كل سويتش وسويتش من وجهه نظر السبانينج تري بروتوكول بيكون ليه ثلاث اوضاع بيكون ليه ايه ثلاث اوضاع اما يكون designated port او root port او root port او non designated port او فيما بيسموه يعني بالplugged port كلام جميل جدا. تعالوا نشوف مثلا ايه هو الروت الروت port هو البورت اللي بيؤدي يعني على switch 2 هو فصل تنزل switch 1 ده ايه وضعيته designated ولا root ولا non designated designated يعني forwarding port يعني port بيستقبل داتا وبيطلع داتا forwarding port تمام كده forwarding port يعني بيستقبل وبيطلع port operating عادي جدا root هو ال port اللي بيؤدي
بالسويتش الى الروت بريدج. طيب بس ترانزيشن 1 على سويتش 2 ده يعتبر روت ولا ديزيجنيتد ولا بلاجد؟ بلاجد يعني يعتبر من الاخر كده مقفول. اه فاست ايثرنت هنا 0/1 ده اللي بيؤدي بسويتش 1 بسويتش 2 الى سويتش 1، ده اللي بيؤدي من سويتش 2 الى الروت صح ولا لا؟ اذا يتم اعتبار فاست ايثرنت 0/1 ده روت بورت، يبقى ده روت بورت. طب كلام جميل جدا. الناحيه الثانيه من سويتش 1 ها ديزيجنيتد ولا روت؟ اه في قاعده بتقول لك ان لازم اللينك اللي وصل ما بين سويتشين احدى طرفيه ديزيجنيتد، لازم يكون احدى طرفي ديزيجنيتد. فانا اذا كان ده عندي روت فلازم الناحيه الثانيه ديزيجنيتد، ده لازم لازم كل لينك يا جماعه يكون بيه ديزيجنيتد. طيب ده ديزيجنيتد ده روت، انا اسف ده روت لانه بيؤدي فاست ايثرنت 2 على سويتش 3 بيؤدي الى سويتش 1 وبالتالي ده يصبح روت وبالتالي الناحيه الثانيه يكون ديزيجنيتد. اه هنا يتبقى اللينك اللي ما بين ايه سويتش 2 سويتش 3، هذا اللينك اللي يتبقى ما بين ايه سويتش 2 سويتش 3. كلام جميل جدا. هيتعمل له بلوك ازاي؟ اه هنا التركه، يتم وضع احدى طرفي هذا اللينك في حاله البلاجد. ما احنا قلنا قاعده لازم اللينك يا جماعه مهما كان احدى طرفيه ديزيجنيتد، تمام كده؟ يبقى الناحيه الثانيه اكيد الناحيه الثانيه اكيد مش روت، هتكون ايه بلاجد عشان اللينك ده يتقفل. طيب كلام جميل. فبالتالي من ناحيتهم بقى السويتشين دول هيقعدوا يتخانقوا مع بعض، سويتش 2 يقول لسويتش 3 اقفل انت البورت، سويتش 3 يقول لسويتش 2 اقفل انت البورت. السبانينج تري يحكم ما بينهم ازاي؟ السويتش اللي ليه الورست برايورتي او الورست بريدج اي دي، يعني ايه الورست؟ الاعلى بريدج اي دي، تمام كده؟ مين الاعلى منهم بريدج اي دي؟ الاعلى منهم سويتش 3. فسويتش 3 هيحط البورت بتاعه في حاله البلاجد وسويتش 2 هيحط البورت بتاعه في حاله الديزيجنيتد. ممكن نقولها بطريقه تانية ان السويتش اللي يحط البورت بتاعه في حاله الديزيجنيتد هو الاقل منهم هما الاثنين في البريدج اي دي. طبعا سويتش 2 اقل من سويتش 3 في البريدج اي دي، متساويين في البرايورتي ايوه، ولكن هم يعني اقل منه في الماك ادرس، فبالتالي هيكون هيحط بتاع البورت بتاعه في الديزيجنيتد اللي بيؤدي الى سويتش 3، سويتش 3 هيحط البورت بتاعه في حاله البلاجد، بالتالي يتم قفل او اغلاق هذا البورت. كلام جميل. في حاله ان حصل فيليور هنا مثلا، هنا البورت البلاجد عند سويتش 3 يتحول الى ايه؟ روت صح ولا لا؟ يتحول الى روت يا جماعه، لان ده يصبح سويتش 3 هيسلك هذا المسار للوصول الى ايه؟ الى الروت، فيصبح هذا البورت هو الايه؟ الروت بورت. خلي بالكو ان لا يشترط يا جماعه ان عشان اطلق على بورت روت، تمام كده؟ هو لازم يوديني ايه؟ يعني انا همشي منه اطلع لمين؟ للروت، مش لازم يكون الروت متوصل دايركت على ايه؟ على السويتش بتاعي، تمام؟ يعني قد يكون انا مثلا عندي ده الروت اهو، انا بصوا وصلت سويتش وده الروت، اوكي؟ وانا عندي سويتش هنا اهو، فبالتالي برضو البورت ده يصبح روت، لان مش عشان هو ما توصلش مباشره بالروت يبقى اذا اقول ايه ده ازاي اخليه روت؟ هو ده بيوديني للروت؟ ايوه بيوديك للروت، او من الاخر بيوديك في اتجاه الروت. طيب اتمنى ان الثلاث مفاهيم دول يكونوا تكون وصلت وببسطت. احنا بنتكلم من وجهه نظر بحته، الاسبانينج تري بروتوكول، يعني المفترض البروتوكولز بتاعت الاسبانينج تري كلها بتقوم على نفس الكونسبت اللي احنا بنتكلم بيها دي، تمام؟ انا اتمنى تكون الجزئيه دي اتفهمت بشكل كامل. تعالوا بقى ايه ناخد ديزاين اعلى شويه من الثلاث سويتشات دول، ناخد بقى ديزاين حلو كده يا جماعه. ده مثلا ايه؟ ها سويتشين كده، تمام. واها تمام جدا، اوكي، ونوصل كده 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 كده، تمام. اها واها تمام طيب انا هعتبر السويتش ده روت. تقدر تحط لي باعتبار اللينكات كلها 100، تقدر تحط لي الرولز بتاعت البورتس دي كلها، تمام؟ او على الاقل الروت بورت، تمام. طيب انا هعتبر ان ده سويتش 1، ده سويتش 2، ده سويتش 3، ده سويتش 4، ده سويتش 5، سويتش 6، سويتش 7، سويتش 8. طيب هنبدا من اول سويتش 2. سويتش 2 عشان يروح لسويتش 1 افضل مسار ليه طبعا هو المسار ده، هو الايه المسار ده، فبالتالي هيكون ده روت بورت وده ديزيجنيتد صح ولا لا؟
طب تعالى سويتش 3. سويتش 3 اكيد افضل مسار هو الايه اللينك ده، تمام، اللينك السامبوكس ده، فاكيد ده الروت بورت ده هيكون ديزجنيتد. سويتش 4 برضو نفس الكلام، هيكون ده روت وده ديزجنيتد، ده افضل مسار. سويتش 5 عشان يروح قصاده ان هم اللي هو يروح اللينك ده 1 2 3 او 1 2 يعني يروح لسويتش 3 وسويتش 3 سويتش 1 على طول، تمام، اعتبر ان ده افضل مسار ليه. اوكي، او ممكن طبعا عن طريق سويتش 4، بس انا هعتبر يعني سويتش 4 يعني سويتش 5 عشان يروح قصاده ايه سويتش 3 وسويتش 4 تمام كده، والاثنين ايكوال باست ايكوال باس، فهيختار اني واحد، هيختار السويتش، هيختار يمشي من السويتش اللي ليه اقل بريدج اي دي، فاعتبر ان سويتش 3 مثلا ده اقل بريدج اي دي، فبالتالي هيسلك ايه سويتش 3 بدلت الروت، والناحيه الثانيه دي ديزجنيتد. خلي بالكم الحاله اللي انا بتكلم فيها يا جماعه، انا عندي سويتش 5 ده عشان يروح، اما انه ناخد كده السواتشز من باليت كده، ناخد حاجه كده ايه يعني ممكن يروح من السكه دي كده، اوكي، ويعني كده هيعدي على لينك 2 صح ولا لا، ممكن يروح من السكه دي كده كده برضه هيعدي على لينك 2 صح، يعني لينكين هنا ولينكين هنا، بافتراض ان دول 100 فالكوست هنا 38 ودول 38 فالاثنين متساويين، هياخد اني واحد فيهم؟ هياخد سويتش 3 باعتبار، او هياخد الاقل منهم بريدج اي دي، هياخد منهم الايه الاقل بريدج اي دي باعتبارنا سويتش، يعني انا دلوقتي عندي اهو سويتش اي 5 تمام واصل ب سويتشين تمام، وده انا عندي كده اهو الروت تمام، ده سويتش 1 وده سويتش 2 مثلا، ده سويتش 3. سويتش 3 يمشي من سويتش 1 ولا سويتش 2 افضل مسار لي؟ الاثنين باث كو الباث كوست ايكوالز باعتبار دول 100 مثلا، اوكي. طيب لو هياخد السويتش منهم الاقل، يعني هقارن ما بين البريوريتي والماك، او هقارن ما بين البريدج دي ما بين سويتش 1 وسويتش 2، بحاله ان سويتش 1 هو الاقل من سويتش 2 بالتالي سويتش 3 هيطلع عن طريق الراجل ده، وبالتالي الناحيه دي هتكون او اللينك ده هيكون ايه في حاله بلوكد، اوكي. فاتمنى الجزئيه دي تكون مفهومه. طيب سويتش 5 فسلك المسار بتاع ايه سويتش 3. طيب نرجع مره ثانيه بقى ناخد اللون الاسود. طيب سويتش 6 ممكن يطلع من سويتش 3 كده تمام، ممكن يطلع من ايه سويتش 4 برضو كده، هتبقى سويتش 3 الاقل، فيقوم واخد من ايه سويتش 3. طيب فده يبقى روت ده ديزجنيتد. طيب كلام جميل. سويتش 7 طيب قصاده ان هو يطلع لسويتش 3 او سويتش 4 باعتبار سويتش 3 هو الاقل برضو، يبقى ده روت ده ديزجنيتد. وبعدين سويتش 8 برضو نفس الكلام، ده الروت وده ديزجنيتد. اوكي بصوا احنا بنظبطها ازاي يا جماعه. طيب اللينكات الباقيه، اللينكات الباقيه بتتحط في وضعيه البلاجد تمام، يعني اللينك ده هيتقفل، اللينك ده هيتقفل تمام، اللينك ده هيتقفل، اوكي اللينك ده هيتقفل واللينك ده هيتقفل، يعني اي لينكات انا ما استعملتهاش هتتقفل. طيب هنا بقى نبدا نسال نفسنا شويه اسئله. كلام جميل جدا. احنا قلنا افضل مسار هو الباث كوست، طب ماذا لو الباث كوست متساوي زي حال احنا اتكلمنا عنها دلوقتي؟ انت عندك هنا كذا حاله. الحاله الاولانيه ان انا عندي ده دلوقتي ده الروت تمام، وده عندي سويتشين كده اوكي، والسويتشين متصلين بسويتش، فالسويتش ده هياخد ايه السويتش ده هياخد اني مسار؟ هياخد من المسار من عن طريق السويتش اللي ليه اقل بريدج اي دي، يعني هو هيقارن ما بين البريدج اي دي في ايه في السويتشين دول، الاقل منهم السويتش هيطلع عن طريقه، واللينك الثاني اللي بيروح للسويتش الاكبر في البريدج اي دي هيقفل ايه اللينك بتاعه. كلام جميل. طب ماذا لو هو طالع عن طريق لينكين على نفس السويتش؟ هنا هيختار الانترفيس الاقل، هيختار الانترفيس الاقل ولكن مش من ناحيته، يعني مثلا لو ده 0 سلاش 1 وده و 0 سلاش 2 تمام، وده مثلا 0 سلاش 3 وده 0 سلاش 0 تمام كده، فهيختار اللينك ده يا جماعه، هيختار اللينك ده، يعني انا السويتش ده انا واقف ايه انا واقف اهو انا واقف تمام على الايه السويتش ده، فانا هختار اللينك ده، انا هختار اللينك اللي بيوصلني
على الناحيه الثانيه على اقل انترفيس. يعني انا مش بقول اقل انترفيس على السويتش اللي انا واقف عليه اللي انا بحسب من طريق السويتش اللي بيحسب، لا السويتش اللي بيحسب بيقول انا متصل على 0 ومتصل على برضو ايه 0/3، يعني انا متصل على السويتش الثاني او السويتش الثاني متوصل عليا على 0/0 و0/3، فانا اختار الاقل من ناحيه السويتش الثاني يا جماعه مش من ناحيه السويتش اللي انت بتحسب عنده. دي غلطه ايه شائعه ده. تمام. طيب دي شويه بقى ايه ملحوظات والتركات في السبانينج تري بروتوكول. تعالوا بقى نرجع كده للسلايدز نشوف احنا كنا وصلنا لفين. اعتقد احنا خلصنا دي اللي هي هاو كان سبانينج تري رن، هاو كان سبانينج تري بروتوكول رن بيزيكلي وذ اتس بيزك اوبريشنز lowest bridge the owner becomes the root. Okay, تمام. Each switch finds its best way to the root. Switches block whatever is left over. طيب كلام جميل جدا. ده الايه جدول ال costs. تعالوا بقى نطلع ليه spanning tree standards من الاخر كده يا شباب. spanning tree protocol اول بروتوكول يظهر هو الاسبانيك تري بروتوكول اللي هو فيما يسمى بالكومن اسبانيك تري بروتوكول او الستاندرد بتاعته التريبل اي ستاندرد بتاعته 802.1 دي. اوكي ده الكومن اسبانيك تري بروتوكول، ده اول بروتوكول يظهر. طبعا ده ليه مشاكل كتير جدا هنتكلم عنها دلوقتي. وبعدين في البير في لان اسبانيك تري بروتوكول البلس دي توحي يعني ايه ابريفيشن للبي، يعني بدل ما احط بي في اس تي بي بحط بي في اس تي بلس. اوكي الار اس تي بي الرابيد سبانينج تري بروتوكول 802.1 دي دي 1 دبليو 802.1 دبليو والبي في ار اس تي بي البير في لان رابيد سبانينج تري بروتوكول والمالتيبل سبانينج تري بروتوكول او 802.1 اس. تعالوا بقى نتكلم واحده واحده عن كل ايه عن كل بروتوكول من دول. مبدئيا كده تعالوا نتناول السبانينج تري بروتوكول او فيما يسموه الكومن سبانينج تري بروتوكول. بصوا يا شباب احنا في الوايت شيت كده هنلم الخمس بروتوكولات مع بعض. مبدئيا كده الكومن سبانينج دلوقتي هنتكلم عن الكومن سبانينج تري بروتوكول. الكومن سبانينج تري بروتوكول لو انا عندي كده بالتقسيمه دي ثلاث سويتشات اهو تمام كده. طيب بفرض ان انا عندي في لان 10 في لان 20 في لان 30 في الكومن سبانينج تري بروتوكول بيختار الروت بريدج للثري في لانز للثري في لانز مع بعض all together. فبفرض ان انا مثلا ده عندي الروت وده مثلا سويتش 1 ده سويتش 2 ده سويتش 3 بفرض ان السويتش ده متوصل على الراوتر ده متوصل على الاي اس بي. الفكره هنا او الدرو باك في او العيب في الكومن سبانينج تري بروتوكول طبعا فيما عدا طبعا انا لسه اتكلم عن البطء وال الهاي تايم في الكونفرجنس والقصه دي كلها، بس انا لسه يعني هي اتكلم عن فكره ان هو يكون الروت لثلاثه فيلان، يعني الروت بريدج يكون لثلاثه فيلان مع بعض. انا بمنتهى البساطه لو ده الروت بالتالي اللينك ده هيكون بلوكد، فبالتالي التحميل على الثلاثة فيلان هيكون على الايه اللينكين دول. يعني بفرض السويتش ده مثلا واصل بيه سويتش 3 واصل بيه فيلان 10 20 مثلا ده فيلان 10 وفيلان 20 وسويتش 2 واصل بفيلان 30، فبالتالي انا عندي 10 20 هيستعملوا الترنك ده و30 هيستعمل ايه الترنك ده. القصة عندي رخمة شوية او بزود اللود على اللينكات بتاعتي، انا بزود اللود على اللينكات بتاعتي. طب انا مش مستخدم اللينك ده في حاجة، طب انا لو عايز استخدمه هنا قصة البير فيلان سبانينج تري بروتوكول. تمام، بس احنا قبل ما ننطلق الى البير فيلان سبانينج تري بروتوكول تعالوا نتخيل في حالة ان حصل يعني احنا اتكلمنا عن ايه شت تمام وانا كتبت ده تمام ماشي مش مشكله، بس حصل عندي ايه لخبطه في اللايرز في فوتوشوب. anyway ادي
السويتشين اهو. احنا كده اتكلمنا عن مشكله ان انا لو عندي مثلا في لانز اختيار رود بريدج واحد لكل الفي لانز هيعمل تحميل او اوفرلود عندي على لينكات الترانك زي اللينك ده واللينك ده، وبالتالي يصبح هذا اللينك غير مستفاد على الاطلاق. طيب كلام جميل. نتكلم في الكونفرجنس بتاع الكومن سبانينج تري بروتوكول، وده نفس اسلوب الكونفرجنس بتاع البي في اس تي بلس اللي هو البير في لان سبانينج تري بروتوكول. يعني كونفرجنس هنا هو الكونفرجنس هنا. هنتكلم عن حقائق ثابته في كل البروتوكولز بتاعه الايه السبانينج تري بروتوكول. ايه هي؟ بصوا يا شباب، وانس ان ده بقى الروت وانا دلوقتي مثلا سويتش 2 ده سويتش 3 حددوا خلاص الروت بتاعهم، ده الروت بورت، ده الروت بورت، ده ديزجنيتد بورت، ده روت بورت، ده ديزجنيتد بورت. كلام جميل. مثلا ده بلوكد، ده ديزجنيتد. طيب كلام جميل. بفرض اللينك، تعالوا مثلا ندرس ايه الفيرست كيس. الفيرست كيس بفرض ان انا اللينك ده عندي بقى داون. طيب كلام جميل. يعني انا مثلا جيت قفلت البورت ده وقفلت البورت ده وانا قطعت الكيبل ايا كان، بفرض اللينك ده بقى داون، اللينك ده هيرجع يعني الريدندنت لينك ده هيرجع يبقى اب ازاي؟ هيرجع ايه يبقى اب ازاي؟ طيب مبدئيا السويتش 2 هيلاقي ان الاتي. بصوا يا شباب، الروت بريدج دايما بعد ما اختار الروت والدنيا التوبولوجي عندي تتحدد، كل سويتش من دول، انا اسف، الروت بريدج فقط هو اللي بيبعت بي بي دي يو. تمام؟ هتقول لي هو مش كل السويتشات يا باشمهندس في بدايه عمليه السبانينج تري بروتوكول بيبعتوا بي بي ديوز لبعضهم عشان يكتشفوا مين الروت والكلام ده كله؟ هقول لك اه، ولكن وانس ان انا عملت الكشن للرود، الروت بريدج يصبح هو الوحيد فقط اللي بيبعت الايه البي بي ديو. يعني خلي بالك، يعني سويتش 2 وسويتش 3 مش هيبعتوا بي بي ديوز خالص بعد كده. تمام؟ طب كلام جميل. السويتش 2 امتى يفضل محافظ على اللينك ده بلوكد عنده؟ اما يلاقي في بي بي ديو بتجي له هنا وبرده في بي بي ديو بتجي له على الناحيه الثانيه هنا، يقول اه ده في بلوك، في بلوب، فبالتالي انا هفضل قافل الايه، هفضل قافل البورت ده، احطه في وضعيه البلوكد. طيب كلام جميل جدا. هنا الجزئيه، ماذا لو سويتش 2 فقد استلام البي بي ديوز من اللينك ده؟ يعني بقى كده، يعني انا اسف مش كده بقى، يعني فقد استلام البي بي ديو او فيما يسمونه السوبيريور بي بي ديو، يعني ده البي بي ديو بتاع الروت بيسموه سوبيريور بي بي ديو، فقط استلام السوبيريور بي بي ديو على البلوكد بورد. هنا هيعمل ايه؟ هنا يدرك السويتش 2 ان في حاجه غلط هنا. اكيد سويتش 3 فقد الاتصال بالروت، لان ليه؟ لان هو بيجيله البي بي ديو بتاعت مين يا جماعه؟ بتاعت الروت، صح؟ عن طريق مين؟ عن طريق سويتش 3. ولكن اذا فقد استلام البي بي ديوز يعرف ان سويتش 3 مش قادر يوصل لايه؟ مش قادر يوصل للروت بريدج. كلام جميل. هنا يستنى السويتش 2 يستنى تحويل البلوك ده ان هو يفتحه، ان هو بقى يشغل اللينك ده. هو لو شغل اللينك ده في الوضعيه الجديده النيو بوزيشن، لو هو فتح اللينك ده هيبقى البلوك ده هيتحول لايه؟ والديزجنيتد ده هيتحول لايه؟ هنا هيصبح سويتش 3 بيروح للروت عن طريق مين؟ سويتش 2، فيصبح هذا البورت ايه؟ روت، صح ولا لا؟ والسويتش الثاني هينتقل من وضعيه البلوكد الى وضعيه الايه؟ الى وضعيه الديزجنيتد. كلام جميل جدا. فهنا سويتش 2 خلي بالكم بقى مش هيقعد، مش هيعمل لحظيا الكلام ده، هو مش هيعمل ايه لحظيا الكلام ده. هنا سويتش 2 هيستنى فتره معينه تقدر بال 20 ثانيه، ده باي ديفولت، ده تعريف او الانترفال دي بتسمى الماكس ايج. ها بتسمى الايه؟ الماكس ايج. يعني سويتش 2 هيستنى، مش يعني مش اول ما خلاص بقى لقى نفسه ما بيستلمش البي بي ديوز يوم هوب يوم ايه فاكك البلوكد. ليه؟ لان قد يكون حصل ديلي مثلا عند سويتش 3 مشكله في ان هو ما بداش يبعت البي بي ديوز، بعد كده ايه يرجع يبعتها مره ثانيه فيحصل عندي لوب لو فتح الايه سويتش 2 فتح البورت ده. لا، هنا يستنى سويتش 2 يستنى الماكس ايج قيمته باي ديفولت 20 سكند. كلام جميل. بعد انتهاء ال 20 سكند يحوله لديزجنيتد. طيب كلام جميل، بس خلي بالك انه قبل ما يتحول لديزجنيتد، وهنا البطء بتاع الكومن سبانينج تري بروتوكول، السويتش هيقعد 20 ثانيه عقبال ما يحوله لايه؟ لوضعيه او انه يفتح البورت. وانس ان هو فتح البورت، وانس اللي هو فتح البورت هيقعد 15 ثانيه في مرحله اسمها الليرنينج.
انا اسف، مرحله اسمها الليسننج. اها مرحله اسمها الليسننج، تمام. وبعدين هيقعد 15 ثانيه في مرحله اسمها المرحله اللي هي اسمها ايه الليرنينج، صح ولا لا يا شباب؟ صح ولا لا؟ يبقى هيقعد 20 ثانيه عشان يحول البلوجد بورد الى ليسننج، وبعدين 15 ثانيه كمان عشان يحوله الى ليرنينج، وبعدين بس كده يتحول لوضعيه الفوروردنج. مش احنا كنا دايما بنقول ان الديزجنيتد ده بيسمى الفوروردنج بورت، تمام كده. يبقى هو هيقعد كام ثانيه بقى هنا عشان يعمل الكونفرجنس؟ هيقعد 50 ثانيه. ادي 15 15 30 و20 50. ده مشكله الكومن سبانينج بروتوكول، البطء في الكونفرجنس في القصه دي. يعني تخيلوا يا شباب، يعني انا مثلا لو عندي عده تليفون بتكلم بعمل مكالمه منها، تمام، وانا بطلع على اللينك ده، اللينك ده بقى داون، تخيلوا ان انا عندي 50 ثانيه dropping of packets، يعني الباكتس بتاعت الفويس هتدروب، هتقع وهي يو دي بي، يعني ملهاش ريكفري عقبال ما تتحول على اللينك ده. طبعا دي مشكله في الكومن سبانينج تري بروتوكول. رجعنا لنفس القصه تاني. طيب اها تمام. طيب كلام جميل. البير في لان سبانينج تري بروتوكول حللي مشكله واحده بس. ايه حللي مشكله واحده بس؟ قال لي بص بقى، انا عندي الثلاث سويتشات اهو، اقدر اخلي ده مثلا روت لفي لان 10، وده روت لفي لان 20، وده روت لفي لان 30. وبالتالي مثلا اذا كان ده روت لفي لان 10، فبالتالي البورت ده هيبقى بلوكد بس لمين؟ لفي لان 10. طيب اذا كان ده الروت لفي لان 20، فالبنك ده هيكون بلوكد بس لمين؟ لفي لان 20. واذا كان السويتش ده روت لفي لان 30، فبالتالي اللينك ده هيكون بلوكد لفي لان 30. ولكن انا لما اقول هو مثلا اللينك ده بلوكد الفي لان 10، معناه ان فقط الباكتس الانديكيتد بالفي لان تاج بتاعت في لان 10 هي فقط اللي مش هتعدي من اللينك ده، ولكن في لان 10 في لان 30 و20 هتعدي باللينك ده عادي جدا. فبالتالي انا اصبحت عملت اوبتمايزيشن في اللينكس بتاعتي، قدرت استخدم اللينكات بتاعتي كلها، قدرت ايه استخدم اللينكات بتاعتي كلها. ايه رايكم؟ اعتقد الميزه دي كويسه جدا، ولكن في عيب، وده هنحله باخر بروتوكول هناخده مع بعض اللي هو الام اس تي مالتيبل سبانينج تري بروتوكول. عيب واحد بس، الضغط على اللينكات بسبب البي بي ديوس. تخيلوا يا جماعه ان انا مثلا لو خليت مثلا سويتش ده عندي، السويتش ده مثلا روت لي في لان 10 و20 و30، تخيلوا لما يجي يبعت بي بي ديو السوبيريور بي بي ديو، السوبيريور بي بي ديو ده الروت، السوبيريور بي بي ديو خلي بالكم يا شباب هي يعني انا قلت ايه سويتش الروت فقط هو اللي بيبعت البي بي ديوز بعد عمليه الروت الكشن، والتوبولوجي بتاعتي تتحدد ويتحدد من البلوك بورت الديزجنيتد الروت. بعد كده بقى ايه يعني في وضعيه الاستقرار البي بي ديوز فقط، البي بي ديو فقط اللي بتتبعت هي اللي جايه من الروت، وبتسمى بايه؟ بسوبيريور بي بي ديو. كلام جميل جدا، ولكن خلي بالكم الروت هنا هيبعت بي بي ديو على فيلان 10، وبي بي ديو خاصه بفيلان 20، وبي بي ديو خاصه بفيلان 30. فطبعا الامر ده مع زياده اعداد الفيلانز اللي انت بتحطها عندك في التوبولوجي، يعني انا اخر سايت كنت بعمل فيه شغل كان انا عندي كان 20 فيلان، يعني كان عندي 20 فيلان وايه يعني كان تعتبر سمول نتورك، تمام. فتتخيل بقى كل ثانيتين عماله تتبعت بي بي ديو خاصه بفيلان منهم، فطبعا بيعمل لي ضغط جامد جدا على الايه، بيعمل لي ضغط جامد على الايه اللينكات. طيب كلام جميل، طبعا ده هيتحل بالام اس تي، اما نيجي نطلع له بقى باذن الله سبحانه وتعالى. دلوقتي هنتكلم عن الار اس تي بي، الرابد سبانينج تري بروتوكول. طيب الار اس تي بي حللي كذا جزئيه. ايه هي الكذا جزئيه؟ اولا الفاست كونفرجنس، يعني تخيلوا اما كان عندي في الكومن سبانينج تري بروتوكول او الاوريجينال سبانينج تري بروتوكول، ده روت وده ديزجنيتد، ده ديزجنيتد وده بلوكد. كلام جميل جدا. الرابد سبانينج تري بروتوكول قال ايه بقى؟ قال ان انا اول ما يكون اللينك ده داون، يعني من الاخر البلوكد بورد فقد الاستلام بي بي يوز في الاتجاه ده، يعني هو فقد استلام البي بي ديوز من هنا، تمام، هنا على طول حوله الى ايه؟ على طول حوله الى الى ديزجنيتد بورد. طيب كلام جميل جدا،
فهنا دي الجزئيه بتاعت الرابط سبانيك كتير بتقول عمل لي رابط رابط لي يعني في رابط كونفرجنس عندي. كذلك بيعتمد على جزئيه مهمه جدا في ايه بقى. بصوا يا شباب وانس ان انا مثلا جيت وصلت حاجه مثلا بالشكل ده، وهنا بقى ايه لو انا مثلا جبت سويتش هنا وصلته بيه السويتش هنا، السويتش ده وصلته بيه السويتش هنا، وده بقى انا عايزكم يعني تعرفوا الرابد سبانينج تري بروتوكول برضو فيه ميكانيزم مهم جدا بيشتغل بيه. لو ده عندي الايه الروت، الروت يقوم باعت الى السويتش ده يقول له انا الروت، يعني يبعت له بي بي دي يو يقول له ايه انا الروت، ويقوم قافل البورت. يقوم السويتش ده في حاله ان هو عايز يخلي، وهنفترض مثلا انا عندي لينك كده تمام طيب وعندي عملت كده يعني هنعقد الايه الرسمه شويه. طيب الروت بعت لي السويتش مثلا 2 ده سويتش 3 ده سويتش 4 ده سويتش 5. تعالوا بقى نبدا الحكايه من اولها. الروت بعت السويتش 2 بيقول له انا الروت بعت سبيرير بي بي دي يو، وبعدين هوب يقوم قافل اللينك. سويتش 2 يبدا يقول ايه بقى، خلي بالكم ما سويتش 2 هيجي له من هنا وهيجي له برده بي بي دي يو من هنا، لان برده الروت هيقوم بعت السويتش 3 انا الروت، ويقوم بعت انا الروت بي دي يو سوبيريور بي بي دي يو، وبعدين سويتش 3 يقوم باعت برضه لمين لسويتش سويتش 2 يقول له ايه يكمل له يفرود له الايه البي بي دي يو مع برودكاست صح ولا لا، يقوم برضه هو قافل البورت. هنا سويتش 2 يجي له البي بي دي يو من هنا ومن هنا، ايه افضل باث كوست عنده بفرض ان مثلا هم كلهم جيجا بت بير سكند، جيجا بت بير سكند او الباندويث جيجا بت، فهيقول لا خلاص يا روت افتح لي البورت ده، فيقوم ايه الروت فاكك الايه القفله على البورت ده، وبالتالي يظل البلوكد بورت اللي على الناحيه بتاعت سويتش 3 مفتوحه. يعني ايه انا اسف البلوكد ده هيفضل بلوكد ليه، لان سويتش 2 ما راحش قال لسويتش 3 افتح لي الايه بلوكد بورت ده. طب كلام جميل، سويتش 3 برده هيقوم ده برده انا عندي برده طريق من هنا وطريق من هنا، بس يا روت لا ده افضل باث كوست عندي، ده افضل ايه باث كوست عندي، يا روت افتح لي الايه اللينك ده. كلام جميل، يوم الروت برده فاتح اللينك ده ويصبح برده ده ينتقل الى الروت، وده يبقى ايه ديزيجنيتد، وده برده الروت وده ديزيجنيتد. طيب كلام جميل، يجي الروت يبعت الى سويتش 4، سويتش 4 يبعت له يقفل الايه يبعت له بي بي دي يو ويقفل البورت، برده سويتش 4 يقول له طيب افتح لي الايه البورت، وبعد كده يجي سويتش 4 يجي يقول لسويتش 5 يفرد له البي بي دي يو بتاعت الروت، وبعد كده يقفل البورت تمام، يجي سويتش 5 يقول لسويتش 4 افتح لي الايه البورت ده، وهكذا. طبعا القصه دي بتحصل في الرابد سبانينج تري بروتوكول، ودي بتقوم لي الدنيا بسرعه يا شباب. ده كل الكلام ده بيحصل في اقل من ثانيتين، يعني كل الكلام ده بيحصل في ايه في اقل من ثانيتين. هتقول لي الله يعني هو ايه الفرق ما بينه وما بين السبانينج تري بروتوكول، ايه الفرق ما بينه وما بين السبانينج تري بروتوكول؟ طيب انا عندي الكومن سبانينج تري بروتوكول، لو انا مثلا عندي حاجه زي كده وجيت مثلا 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 ده عندي البلوكد، يعني ده بلوكد مثلا، وده ديزيجنيتد، وده ديزيجنيتد ده روت انا اسف، وده ديزيجنيتد ده ديزيجنيتد ده روت تمام. وجيت وصلت مثلا على ده مثلا سويتش 1 وده الروت، اها سويتش 2 سويتش 3 وده سويتش 4، وخليت سويتش 4 البرايورتي بتاعته اقل برايورتي وسط السويتشات الاربعه، يعني هو اللي هيبقى النيو روت تمام كده. كلام جميل، هنا سويتش 4 هيبعت لي سويتش 2 يقول له يبعت له ايه بي بي دي يو تمام، يبعت بي بي دي يو سويتش 2 الله يقول ايه ده، ده انا بيجي لي بي بي دي يو من هنا الروت، ومثلا البرايورتي بتاعته 16536، وبيجي لي هنا بي بي دي يو من هنا والبرايورتي بتاعتها 4096. ايه ده، ده سويتش 4 افضل اقل برايورتي من ايه سويتش 1، اذا يا سويتش 4 انت الروت، انت الايه انت الروت. طيب كلام جميل، يبدا يخلي ده الروت ويبدا يخلي ده ديزيجنيتد، هنا مفيش مشكله. طيب كلام جميل، هنا يجي برضو سويتش 2 يبعت البي بي دي يو الى سويتش 1، سويتش 1 يعمل ايه ده، في سويتش افضل مني في البريوريتي اقل مني في البريوريتي، اوكي تمام هحول الديزيجنيتد عندي الى ايه الى روت تمام. نفس الكلام هنا يظهر لي برضو نفس الكلام سويتش 3 بقى، هنا سويتش 3 الفكره هنا عندي في البلوكد بورت
انا عندي هنا الفكره في الاي بي البلاك بورت. هنا سويتش 2 هيفقد برضو الايه الاستلام البي بي ديوز هنا، وهيضطر يفتح اللينك ده عشان بالنسبه للسويتش 3 مثلا اللينك ده افضل له بدل ما يروح كده، صح ولا لا؟ طب كلام جميل. هنا برضو هيقعد 50 ثانيه قبل ما يشغل اللينك الى البورت ده يحوله الى روت، وانا الى ديزجنيتد انا اسف، والبورت ده يتحول الى روت. فبالتالي عندي الكونفرجنس هنا برضو في ان انا لو غيرت التوبولوجي في الكومن سبانينج تري بروتوكول العمليه بتاخد وقت كبير، ولكن في الرابد سبانينج تري بروتوكول العمليه عندي تاخد وقت اقل بكتير، تاخد ايه وقت اقل بكتير. طيب كلام جميل. ده الرابد سبانينج تري بروتوكول. في البير فيلان رابد سبانينج تري بروتوكول. ليه؟ لان الرابد سبانينج تري بروتوكول ما فيهوش خاصيه البير فيلان زي الكومن سبانينج تري بروتوكول. اتحلت القصه دي بالايه؟ بالبير فيلان رابد سبانينج تري بروتوكول. اتحلت القصه دي بالبير فيلان رابد سبانينج تري بروتوكول. تعالوا بقى نتكلم عن الام اس تي المالتيبل. يعني انا عندي ده ما فيهوش اي جديد، يعني هو الرابد سبانينج بروتوكول ولكن بيعملوا بير فيلان. وخلي بالكو ان كل فيلان ليها انستنس بي بي ديو. يعني ايه انستنس بي بي ديو؟ يعني ليها بي بي ديو خاصه بيها كل فيلان. يعني عندي 50 فيلان، يبقى عندي 50 بي بي ديو عماله تعوم في اللينكات النتورك بتاعتي. تمام. تعالوا بقى نشوف الايه الام اس تي. الام اس تي انا عايزك يعني ايه، تعالوا مثلا اننا هنتعرض لمفاهيم كتيره في الام اس تي. انا ده عندي مثلا سويتش، وده عندي سويتش هنا اهو، وده مثلا عندي سويتش. بفرض ان انا الفي لانز اللي عندي 10 20 30 40 50 و60 كلام جميل و70. يعني بصوا انا عندي 7 في لان، وده سويتش 1 ده سويتش 2 ده سويتش 3. اول كونسبت في الام اس تي هنا الام اس تي اول كونسبت فيه هو الريف، او فيما يسمى بالانستنس الانستنس. طيب ايه هي المفهوم الريف او الايه الانستنس؟ بمنتهى البساطه انا ممكن اخلي سويتش 1 هقول له انت روت لفي لان 10 و20 و30 تمام، وهقول له خش في ريف رقم، انت في ريف رقم ايه رقم 1. طيب وهقول لسويتش 2 انت الروت بتاع في لان 40 و50 و60 و60 وخش في الريف اللي هي رقم 2. طيب كلام جميل. اخلي سويتش 3 هو الروت بتاع في لان مثلا 70، وهقول له خش في الريف اللي هو 3. طيب كلام جميل. القصه دي يعني يعني خلي بالكو يعني هي مش بتتعمل بالظبط كده، هي طبعا هتبان في الكونفيجريشن، ولكن اللي انا عايز اقوله لك اذ كان يعني خلي بالكو انا بعرف الريف. يعني انا عندي ايه قلت في ريف 1 او ريفيجن 1. ريفيجن 1 دي هيخش فيها ايه؟ هيخش فيها فيلان 10 20 و30. هعمل نفس تقسيمه الريف 1 هنا على سويتش 1 وسويتش 2 وسويتش 3، وبعدين اقول ان الروت بتاع، يبقى كل السويتشات دي عرفت ايه؟ ان ريف 1 ده في فيلان 10 20 و30، وبعد كده اروح لسويتش 1 مثلا واقول له انت الروت بتاع ريف 1، فهو كده يعرف ان هو الروت على فيلان 10 20 و30. طيب سويتش 2 نفس الكلام، اقول له انت، واعمل برده ريف 2 على كل ثلاث سويتشات، وبعد كده اروح اقول لسويتش 2 اقول له انت الريف، انت الروت على ريف 2، يعني انت الروت على 40 و50 و60. طيب وبعدين اروح اعمل ريف 3 ودخل فيها فيلان 70، وهعمل الكلام ده على ثلاث سويتشات، وبعد كده اروح للسويتش 3 واقول له انت الروت على ريف 3، يعني انت الروت على فيلان 70. كلام جميل. الريف دي ايه يعني ايه الميزه بتاعتها يا شباب؟ خدوا بالمنطق بتاع البير فيلان سبانينج تري بروتوكول، ان هو كان بيخلق لكل فيلان ايه بي بي دي يو، صح ولا لا؟ يعني انا لو كنت بعمل ده على البي في اس تي بلس، فانا كنت هخلق 7 بي بي ديو عماله تمر في الايه في اللينكات بتاعتي. ولكن ده ايه، خلي بالكم هخلق ايه 7 بي بي ديو، هخلق 7 بي بي ديو. طيب في الحاله دي الام اس تي بيخلق لكل ريف او لكل انستنس بي بي ديو خاصه بيها. يعني سويتش 1 بما انه روت هيبعت سوبيريور بي بي ديو لريف 1، يعني هو الروت على ايه فيلان 10 20 و30، فيبعت سوبيريور بي بي ديو لريف 1.
تمام كده، مش هيبعت سوبيريور بي بي دي يو ل في لان 10 و20 و30 كما في السابق. سويتش 2 هيبعت سوبيريور بي بي دي يو ل ريف 2 يعني، بس يعني مش هيبعت بي بي دي يو ل في لان 40 و50 و60 كما في السابق. نفس الكلام سويتش 3 هيبعت بي بي دي يو ل ريف 3 اللي هي فيها في لان 70، يعني مش هيبعت ل في لان 70 بس، ولكن طبعا لو انا حطيت مثلا 70 و80 هيبعت سوبيريور بي بي دي يو ل الريف 3 اللي هي بي لان 70 و80، مش 70 لوحدها ولا 80 لوحدها. ده على ايه؟ ده طبعا على سبيل المثال. طيب كلام جميل. هنا في حاجه برضو عايزك تاخد بالك منها كويس جدا في الام اس تي، تعريف ال انستنس 0. تمام، ايه الانستنس 0 دي؟ انا دلوقتي دخلت الفي لانز يا جماعه عندي بتتراوح من كام لكام، من 4 من 1 ل 4096 صح ولا لا؟ انا دخلت 10 20 30 40 50 60 70. طيب يبقى انا عندي في لانز متبقيه مثلا من اول 1 الى 9، ومن اول 11 الى 19، ومن اول 21 الى 31. عندي في لانز انا ما دخلتهاش، يعني ارقام في لانز، ارقام يعني ايه ارقام انا ما دخلتهاش في ايه؟ لا فريف 1 ولا فريف 2 ولا فريف 3. الباقي ده يروح فين؟ الباقي ده يروح في الانستنس 0 او الريف 0. الباقي ده يروح في الانستنس 0 او في الريف 0. طيب كلام جميل. طبعا هو ده فايدته ايه عندي؟ انتوا فهمتوا القصة دي؟ يعني انا دلوقتي عندي ان انا عندي فيلان 10 20 30 في حاجات متبقية بقى شباب من 1 ل 9 دي فيلانز انا ما ايه ما كريتهاش، او افرض انا كريت فيلانز من 1 ل 9 بس انا ما دخلتش الا من 10 20 30 40، الباقي هيروح فين؟ يعني انت بفرض انت مكريت 1 2 3 4 5 6 كلام جميل، رحت انت عملت ده حطيته في ريف وده حطيته في ريف، ده في مثلا ريف 1 وده ريف 2، ده انت ما دخلتهمش في ريف خالص، يبقى يظلوا في الديفولت ريف اللي هي ريف كام؟ ريف 0 او انستنس 0. طبعا ده هيبان ايه الفايده بتاعته اما نطلع باذن الله شويه قدام في شرح المحاضره ليه بقى الانستنت 0 دي موجوده. طيب تعال نشوف، انا كده يعتبر خلصت ايه انا يعتبر كده خلصت الخمسه بروتوكول ده ايه بصيغه مبدئيه كده. تعالوا بقى نشوف ايه اللي باقي عندنا، السبانينج تري بروتوكول ستاندرد انتر اكشنز. طيب كلام جميل. تعالوا نتخيل، تعالوا ايه نتخيل، لان انا عندي سويتش مثلا، حلو، سويتشات شغاله بالبير فيلان، سويتشات شغاله بالبير ده مثلا روت لفيلان 10 و20 تمام كده، وده بس كده، وده يعني انا عندي مثلا فيلان 10 20 في التوبولوجي دي وهم شغالين ايه بير فيلان سبانينج تري بروتوكول. طيب كلام جميل، وده الروت يعني ده روت ده ديزيجنيتد ده روت ده ديزيجنيتد تمام، وده بلوكد مثلا وده ايه ديزيجنيتد. بفرض ان انا جيت وصلت ب مثلا ده سويتش 3 ده سويتش 2 ده سويتش 1، بفرض ان انا جيت وصلت بسويتش 3 سويتش 4، بس سويتش 4 ده شغال بالكومن سبانينج تري بروتوكول، بالكومن سبانينج تري بروتوكول. كلام جميل. هنا هل ينفع اركب سويتش كومن سبانينج تري بروتوكول يعني او اوريجينال سبانينج تري بروتوكول مع بير فيلان سبانينج تري بروتوكول؟ ايوه ينفع ينفع ينفع، بس خلي بالكم هنا هيصبح فيلان 10 و20 هي الروت لمين؟ هي الروت عند سويتش، يعني هي الروت بالنسبه لسويتش 4، يعني بالتالي سويتش 4 هيست ذا روت تمام، وهي ست ايه ده ديزيجنيتد. هتقول لي هنا بقى ايه تبدا الاسئله اللي خارج الصندوق او الاسئله اللي بتعمل مشاكل. هتقول لي باشمهندس طيب انا ممكن اخلي مثلا سويتش 4 ده روت لفيلان 20 بس؟ هقول لك لا مش هتنفع. ليه؟ لان سويتش 4 متعرف عنده فيلان 10 20، يعني انت لو جيت عملت شو فيلان بريف شو فيلان بريف فهتلاقي فيلان 10 20 متكريته، بفرض ان هو ايه انت يعني انت كبيرت الفيلان برضو على سويتش 4 هنا بالفي تي بي مثلا، فهو ما ينفعش طالما روت. انا اصل في الكومن سبانينج تري بروتوكول يا شباب انا بقول لسويتش انت خليك روت، ما بقولوش على اني فيلان، فانا لو خليت سويتش 4 هو الروت هيكون هو الروت على الفيلان داتابيز اللي عنده اللي هي مثلا فيلان 1 فيلان 10 فيلان 20. كلام جميل. هنا طبعا هو اللي هيبقى الايه الروت، وبالتالي كل السويتشات هيتدايركت عليه، ده في حاله ان البرايورتي بتاعته ايه البرايورتي بتاعته اقل من الايه البرايورتي بتاعه الروت بريدج صح ولا لا؟ فهمتوا الفكره؟ يعني اذا كان مثلا ده البرايورتي بتاعته اكس
وده مثلا اكس ماينس 5، فطبعا انا اسف ده هيكون اكس ماينس 5 تمام، واللي فوق ده هيكون اكس. يعني انا عندي البرايورتي بتاعت ايه سويتش 4 اقل من البرايورتي بتاعت سويتش 1 تمام. يصبح هنا هو الروت بس لكل الفيلانز، مش واحده اه واحده لا، صح ولا لا؟ لان هو مش بير فيلان، ده سبانينج تري بروتوكول كومن، سبانينج تري بروتوكول عادي جدا. طب لو اقل او لو هو اكتر من البرايورتي بتاعته اكتر من الايه الروت، يعني خلي بالكم بقى، خلي بالكم. يعني انا اتكلمت في حاله ان البرايورتي بتاعته اقل من ايه الروت. طيب في حاله ان البرايورتي بتاعته اعلى، هو اول ما وصله هيبعت ايه بي بي دي يو على سويتش 3 يقول لي سويتش 3 انا الروت. خلي بالكم يا شباب ان اي سويتش اي سويتشات بوصلها ببعضها، البي بي ديوز اللي بتبعتها دي مش بي بي ديوز استكشافيه زي ما بعض الاستراكشرز بيشرحوا، هي مش استكشافيه. هو انا لما اجي اوصل سويتش على سويتش، كل سويتش بيروح يقول للتاني انا الروت. يعني مثلا سويتش 1 يروح يقول لسويتش 2 انا الروت، يجي سويتش 2 يقول روح لسويتش 1 يقول له ايه انا الروت. طيب طالما سويتش 1 بعت البي بي ديو وعارف البريدج اي دي بتاعته وجات له بي بي ديو بتاعت سويتش تي سويتش 2، فعارف برضو البريدج اي دي بتاعت سويتش 2 بالمقارنه، الاقل هو اللي هيبقى الروت، صح ولا لا؟ كلام جميل. فانا اول ما اوصل سويتش 4 اصلا هو هيقول انا الروت على البيلانز كلها المتسجله عندي، صح ولا لا؟ هنا بقى سويتش في حاله ان البرايورتي بتاعته اقل، هنا سويتش 3 يسلم بهذا الامر ويعتبر سويتش 4 هو الروت ويبدا يحول السويتشات ايه السويتشات الثانيه كلها تحول نفسها عليه. ولكن اذ لم يكن هو الروت، سويتش 3 يقول له ام سوري خلي بالك سويتش 4 مش انت الروت تمام، خد استلم البي بي دي يو اهي، البي بي دي يو سوبيريور بي بي دي يو. فسويتش 4 هيستلم البي بي دي يو تمام وبتاعت الايه الروت اللي هو سويتش 1، ومقارنه البريدج اي دي بتاعت سويتش 4 بالبريدج اي دي بتاعت سويتش 1، هنا يدرك سويتش 4 ان هو مش الروت، وبالتالي يدايركت اللينك بتاعه على ديزجنيتد، على انا اسف على روت، واللينك الثاني على ايه ديزجنيتد. ده التداخل فيما يخص السبانينج تري بروتوكول والبير فيلان سبانينج تري بروتوكول. طيب كلام جميل. السبانينج تري بروتوكول والرابد سبانينج تري بروتوكول. طيب تعالوا هنا اها، انا عندي برضو نفس القصه اها. بصوا يا شباب، انا عندي برضو ده سويتش 1 ده سويتش 2 ده سويتش 3 تمام، جيت وصلت مثلا سويتش 4 على سويتش 2 ده سويتش 4 على سويتش ايه على سويتش 2. طيب خلي بالكم الرابد سبانينج تري والسبانينج تري ما بيفهموش قصه البير فيلان، اياكم تنسوا الجزئيه دي، ما بيفهموش قصه الايه البير فيلان. فهنا انا مش هيحصل عندي كونفليكت بقى في موضوع ان ايه مثلا ده لا ده ما يفهمش فيلانز، مش هينفع يبقى روت على بريد فيلان واحده، لازم يبقى روت على القصه اللي احنا اتكلمنا عنها ايه التوبولوجي اللي فاتت. ولكن انا دلوقتي عندي الكونفرجنس عالي قوي، انا اسف التايم بتاع الكونفرجنس قليل قوي ما بين الايه الاريا دي، ولكن السويتش 4 ده سبانينج تري عادي جدا. هنا سويتش 2 هي سيت اللينك بتاعه ده كانه ايه سبانينج تري بروتوكول عادي برضو. يعني سويتش 2 هيبص على سويتش 1 وسويتش 3 يتعامل بمفهوم الرابط سبانينج تري بروتوكول عادي جدا. يعني كل ما بيبعت مثلا بي بي دي يو قافل البورت يستنى اما تجيله يعني خلي يستنى اما تجيله ايه الريسبونس، يعني بيبعت البروبوزل. خلي بالكم يا شباب في حاجه نسيت اقولها لكم كده، ان في الرابط سبانينج تري بروتوكول اما السويتش ده يبعت بي بي ديو يقفل البورد، الحته اللي بيبعتها دي اسمها بروبوزل. طب البورد السويتش ده عايز يفتح اللينك بيبعت حاجه اسمها ريسبونس تمام كده. طيب كلام جميل. يعني سويتش 2 هيبقى يبعت الايه البروبوزل بالسويتش 1 ويستنى الريسبونس من السويتش 1 عشان يفتح البورد. نفس الكلام سويتش 3، نفس الكلام مع هيبعت بي بي ديو سويتش 1 وهيقفل البروبوزل وهيستنى الريسبونس من السويتش 1 عشان يفتح الايه البورد. ولكن سويتش 2 مش هيتعامل بفكره البروبوزل والريسبونس مع سويتش 4، هيتعامل معاها عادي جدا تمام. يبعت له بي بي دي يو يقول له سوبيريور بي بي دي يو بتاعت سويتش 1 اهي تمام، يجي سويتش 4 يقول اوكي ده الروت بورت ده ديزجنيتد بورت وهكذا تمام. ده التداخل فيما يخص الرابد سبانينج تري بروتوكول والسبانينج تري بروتوكول. اعتقد الموضوع سهل يا جماعه. طب تعالوا نشوف بقى ايه لو ام اس تي بير فيلان سبانينج تري بروتوكول و اس تي بي. طيب الام اس تي تعالوا نقول ان احنا عندنا دول مثلا
عندي مثلا ده سويتش 1 ده سويتش 2 تمام ده سويتش 3. طيب كلام جميل. تعالوا نعمل جدول مش جدول يعني مثلا نقول ريف 1 ريف 1 تمام ده في فيلان 10 و20 تمام ريف 2 ده في فيلان 30 و40 طيب الروت بتاع ريف 1 هو سويتش 1 الروت بتاع ريف 2 هو ايه مثلا سويتش 2 الروت بتاع في ريف 3 مثلا هنعمل ريف 3 مثلا ايه 50 و60 تمام كده فالروت بتاع ريف 3 هو مثلا سويتش 3 كلام جميل. لو انا جيت وصلت البير سويتش مثلا بير فيلان بي في اس سي بلس كلام جميل. هنا هيخش في التوبولوجي دي ازاي؟ ده اصلا ما بيفهمش لغه الريف في الانستانس. ده هو بيبعت يعني سويتش 1 بيبعت بي بي ديو تتضمن بداخلها ايه 10 20 ولكن البي في اس تي بلس اما بيبعت بي بي ديو على كل فيلان صح ولا لا؟ يعني بفرض تمام ان انا جيت خليت تمام سويتش 4 ده الروت على فيلان 70 و80 صح ولا لا؟ لو جيت خليته على 70 و80 هنا البير فيلان اسبانينج ريل بروتوكول اما يجي هيبعت بي بي ديو على 70 مره ويبعت بي بي ديو على ايه 80 مره كلام جميل. يصبح سويتش 2 يظبط اللينك او البورت بتاعه على الروت وده يكون ايه ديزجنيتد وبعد كده سويتش 2 هيبعت ايه هيبعت البي بي ديو بتاعت 70 و80 كالانستانس كانها تابعه للايه للانستانس 0. فاكرين يا جماعه اولا مش قلت لكم الثلاث سويتشات دول هيكون فيهم ريف 1 و2 و3 تمام كده تمام. طيب كلام جميل. يعني انا عملت مثلا من 10 ل 80 يعني فيلان من 10 الى ايه 80 بس بنط عشرات يا جماعه يعني 10 20 30 40 وكذلك تمام. وجيت عملت ريف 1 ريف 2 ريف 3 تمام فانا ريف 3 وقفت عندي في 50 و60. طب 70 و80 هتروح فين؟ هتروح في الانستانس 0 صح ولا لا؟ هيجي سويتش 2 يتعامل بما بايه ب 70 و80 هيبعتها هنا تمام. يبقى هيبعت انستانت 0 70 و80 تمام في بي بي ديو واحده بس والسويتش 1 يجي يبعت هنا يا سلام في بي بي ديو واحده بس على 70 و80 ويجي سويتش 2. يعني هم تخلي بالكم البي بي ديو عماله تلف على السويتشات كلها عشان تاكد ان سويتش 4 هو الروت لمين ل 70 و80 وبعد كده سويتش 2 ما يجي يطلع الى البير فيلان هيبعت له بي بي ديو على برضو ايه 70 و80. طبعا هو اصلا سويتش 2 مش هيرجع لسويتش 4 لان سويتش 4 هو اللي بيبعت الايه السوبيريور بي بي ديو ما بيستلمش المفترض يعني تمام. فدي الايه دي القصه. طيب كلام جميل. فالام اس تي بيتداخل مع البير فيلان سبانينج تري بروتوكول في قصه الايه الانستنس 0. يعني انا عندي مثلا الفيلان داتابيز عند كل سويتش من 1 لحد 4 من 10 ل 80 ولكن من 10 ل 60 دخلتهم في ريفات فالباقي مين 70 و80 هيدخلوا في انستنس 0 وساعتها على 70 و80 اقدر العب بيهم بالبير فيلان سبانينج تري بروتوكول. يعني اقدر اوصل بير فيلان سبانينج تري بروتوكول ونشتغل بقى قصه ال 70 و80 والكلام ده كله. بس خلي بالكم انا ما اقدرش مثلا اخلي السويتش ده يكون روت على 10 لحد 60 ما اقدرش اعمل القصه دي ما اقدرش ايه اعمل القصه دي. طيب كلام جميل. لان هي طبعا داخله في الانستنس او ريف 1 و2 و3 انا ما اقدرش ادخلها في القصه بتاعتي هنا. طيب في ملحوظه برضو اخيره يا جماعه المنطقه اللي بتلم مثلا 10 و20 ده انا بتكلم فيما يخص الام اس تي ممكن تسمى ريف ممكن تسمى انستنس ممكن تسمى ريجن. يعني خلي بالكم يعني ايه ممكن بعض الناس يقولوا لا باشمهندس اسمها انستنس بس سويتشات سيسكو بس خلي بالكم الام اس تي ده ستاندرد يعني ستاندرد بروتوكول. يعني لما تيجي تشتغلوا مثلا ايه بعض السويتشات زي الاتش بي وكده مش بتسميها يعني بعض السويتشات بتسميها ريف بعض السويتشات بتسميها ايه الريجن تمام. طيب كلام جميل. ده تداخل مع البير فيلان سبانينج تري بروتوكول. لو انا مثلا جيت وصلت مثلا سويتش 3 مع الاس تي بي هنا يعني ده اس كومن سبانينج تري بروتوكول عادي جدا تمام وده سويتش 5. سويتش 3 يعامل سويتش 5 كانه كومن سبانينج تري بروتوكول عادي جدا كومن سبانينج ايه تري بروتوكول عادي جدا ونفس القصه بيتعامل معاه بالانستنس 0 بنفس الكونسبت بتاع البير فيلان سبانينج تري بروتوكول بلس. طيب
السبانينج تري بروتوكول يا جماعه ده ستاندرد. البير في لان سبانينج تري بروتوكول ده سيسكو بروبريتوري. الار اس تي بي ستاندرد. البير في لان ار اس تي بي ده سيسكو بروبريتوري. الام اس تي ده ستاندرد. تمام، يعني تقدروا تقولوا ان سبانينج بروتوكول البير في لان بتاعته سيسكو اللي عملتها، الار سي بي البير في لان بتاعتها سيسكو عملتها، ولكن اي تريبل اي بقى عملت بروتوكول يتعامل بمفهوم الفي لانز بالايه الام اس تي. طيب كلام جميل، احنا كده ايه خلصنا الجزئيه دي. تعالوا بقى نتكلم عن مفاهيم اكتر في السبانينج تري بروتوكول، الابلينج فاست، الباك بون فاست، والرابيد سبانينج تري بروتوكول. تعالوا بقى نتناول الابلينك فاست والباك بون فاست والرابيد سبانينج تري بروتوكول. يعني هنفصص شويه حاجات يا جماعه هنا في الكومن سبانينج تري بروتوكول وكذلك في الار اس تي بي الرابيد سبانينج تري بروتوكول. طيب شويه حقائق. ايه اول حاجه؟ وانس ان انا جيت وصلت السويتشات دي كلها مع بعضها، قلنا كله بيبعت بي بي ديوز لكله حد ما يستقروا مين يبقى الروت. بفرض ده عندي بقى الروت، لان ده مفترض ده اقل برايورتي. تمام. طيب مين ده هيبقى الروت بورت؟ ده هيبقى ديزجنيتد، ده هيبقى ديزجنيتد، ده بروت. طيب مين من دول بقى هيقفل؟ بلوجد من عنده 32786، ده نفس الكلام 02 اهو. تمام اهو ده يعتبر اعلى ماك ادرس، يعني اعلى برايورتي، انا اسف، يعني اعلى بريدج اي دي، فبالتالي ده هيخلي عنده ده بلوجد وده هيكون ديزجنيتد. طيب تعالوا نتناول الابلينك فاست والباك بون فاست والار اس تي بي. تعالوا نتناول الابلينك فاست. بصوا يا شباب، تعالوا نتخيل انا وانس بعد اما ده بقى الروت هو اللي بيبعت البي بي ديو بتاعته، بقى بيبعت بي بي ديو من هنا وبيبعت بي بي ديو ايه من هنا. طيب بفرض ان اللينك ده بقى داون، خلي بالكم هو الوحيد اللي بيبعت الايه البي بي ديو. في الاول كانوا كلهم بيبعتوا بي بي ديوز لبعضهم، ولكن دلوقتي خلاص بعد ان هم استقروا على الروت، دلوقتي الروت هو اللي بيبعت الايه سوبيريور بي بي ديو بتاعته. طيب هنفترض اللينك ده داون، اوكي، سويتش 3 يعمل ايه؟ سويتش 3 يستنى البلوك بورد 20 ثانيه قبل ما يتحول من البلوكد الى الليسننج، وبعد كده 15 ثانيه من الليسننج الى الليرننج، وبعد كده 15 ثانيه عشان يتحول من الليرننج الى الايه الى الفوروردنج. مرحله ال 10 سكندز دي عشان احولها الى الليسننج. تمام، ال 15 دي بتاعه اهي، دي ال 15 بتاعه الليسننج، ودي بتاعه البلوك عشان يتحول من بلوك لليسن. الليسن دي اللي هو بيستمع الى الايه الى البي بي دي يوز، هنا بيستمع الى الايه، يعني هيفضل 20 ثانيه لحد ما اللينك ده يبدا يديك علامه ايه، يديك لون اورنج. تمام، يديك لون امبر كولر او لون اورنج. تمام، وبعد كده الليسننج بقى ده مرحله اللي لما بيديك لون برتقاني كده بيفضل يستمع الى البي بي ديوز اللي جايه من سوبيريو بي بي ديو بتاعه سويتش 1 اللي جايه من سويتش 2. تمام، وبعد كده الليرنينج ده الليرنينج 15 ثانيه دي عشان بقى بيسيف الماكس الماك ادرس عنده في الكام تيبل. اوكي، فطبعا هو هنا هيقعد 50 ثانيه التوتال. طيب الابلينك فاست اول ما تفقد البي بي دي يو من هذا اللينك، تمام، افتح اللينك ده على طول، افتح اللينك ده على طول. تمام، طيب كلام جميل. تاني، اول ما تفقد الاتصال بهذا اللينك افتح اللينك ده على طول. طبعا الرابيد سبانينج تري بروتوكول بيعمل القصه دي، الرابيد سبانينج تري، يعني خلي بالكم الابلينك فاست ده هتقول لي يا باشمهندس هو ده في الرابيد سبانينج تري بروتوكول؟ لا 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 لا، ده انهانسمنت في الكومن سبانينج تري بروتوكول، يعني احدى تطويرات الكومن سبانينج تري بروتوكول، ولكن الار اس تي بي بيعمله باي ديفولت. يعني انت عشان تعمله في السي اس تي او في الكومن او في الاوريجينال اس تي بي لازم تينيبل الابلينك فاست. طيب كلام جميل. الرابيد سبانينج تري بروتوكول احنا اتكلمنا بقى عنه، بس هنعيده مره تانية. ان انا مثلا عندي سويتش 3 ده كده وصلته بيه سويتشات تانية، يعني عملت توبولوجي تشينج. تمام، مين الروت بالنسبه لسويتش 3؟ الروت هو مين؟ اللي هو سويتش 1. كلام جميل، ده مثلا سويتش 4 وده سويتش 5. الرابيد سبانينج بروتوكول بيعتمد على البروبوزل ريسبونس، البروبوزل ريسبونس. وانس ان انا جيت وصلت، يعني حس كده سويتش 3 ان في بورتات عنده بقت اب، يعني او توصل لها كيبلز، وراحت الكيبلز دي على الترمينيتد على سويتشات تانية، يقوم قافل البورتس على طول.
يقوم قافل البورتس على طول، وبعد كده يبعت بروبوزل يقول السويتش فور ده الروت، يبعت له بروبوزل، يبعت له البي بي ديو بتاعت الايه بتاعت الروت تمام، وبعد كده السويتش فور يبعت له ريسبونس افتح البورت. طيب كلام جميل، يجي يفتح البورت. طيب يبعت ليه السويتش 5، السويتش 5 يقوم ذا بروبوزل، بعد كده السويتش 5 بيرد عليه بريسبونس افتح البورت تمام. يبقى الكلام ده على فكره بيحصل في اقل من ثانيتين في الرابيد سبانينج 3 بروتوكول. الباك بون فاست ده بيتكلم عن ايه؟ اتكلمنا عن حاجه زي دي، اتكلمنا عن حاجه زي دي تمام. تعالوا السيناريو ده اللي انا هشرحه دلوقتي اتكلمنا عنه، بس انا اتكلمت عنه باختصار شويه، دلوقتي هنفصصه. داروت داروت ده بلوكد، ده ديزيجنيتد، ده روت، انا اسف، لا ده ديزيجنيتد تمام، وده ديزيجنيتد. طيب بفرض بقى ان احنا قلنا الحاله الاولانيه ودي بتاعه الابلينك فاست ان انا جيت ايه قفلت الايه اللينك ده. طيب تعالوا بقى نفترض ان انا جيت اللينك ده اتقفل تمام. خلي بالكم هتقول لي او انا هسالك يعني، هل سويتش 3 ان اكشوالي هيفقد او هيفقد استلام البي بي دي يوز اللي جايه من سويتش 1 على البلاجد؟ الاجابه ايه؟ الاجابه لو جايه من سويتش 1 لكن هو الصراحه يا جماعه هيستلم بي بي دي يو، يعني هو هيستلم بي بي دي يو، ولكن البي بي دي يو جايه من مين؟ جايه من سويتش 2. سويتش 2 وانس ان هو جه فقد الاتصال بسويتش 1، سويتش 2 هيظن نفسه هو الايه؟ هو الروت، وبالتالي هيبعت سوبيريور بي بي دي يو في اتجاه مين؟ في اتجاه سويتش 3، ولكن لان سويتش 3 بيستلم سوبيريور بي بي دي يو من سويتش 1 على الناحيه بتاعه فاست ايثرنت 0 سلاش 1، وبيجي له سوبيريور بي بي دي يو من سويتش 2 على فاست ايثرنت 0 سلاش 2، هنا سويتش 3 قارن ما بين الايه؟ السوبيريور بي بي دي يوز، هيقارن ما بين البريدج اي دي لكل بي بي دي يو، هيقول لا ده سويتش 1 هو الايه؟ سويتش 1 هو الروت، وهيبعت هيفتح الايه؟ هيفتح البلوك بورت ويبعت ليه سويتش 2 يقول له خلي بالك ده انا ده الايه سويتش 1 هو الروت. هو يعني ايه هيفتح البلوك بورت؟ هيفتح البلوك بورت طبعا بعد برضو مضي 50 ثانيه، وبعدين هيفرود له الايه؟ هيفرود له السوبيريور بي بي ديو بتاعت سويتش 1 تمام. ده انا دي فيما معناه ده اللي انا قلتها من شويه، ان سويتش 3 هيفهم سويتش 2 ان سويتش 1 هو الايه؟ هو الروت. ده بالقصه تحصل اكشوالي بالقصه دي، ان سويتش 3 هيقعد 50 ثانيه لحد ما اللينك ده يكون اب، وبعد كده هيبعت الايه السوبيريور بي ديو بتاع سويتش 1 الى ايه يفرودها لحد سويتش 2، بعد كده سويتش 2 يظبط ده البورت ده الروت، ويظبط البورت ده الى ايه والبورت الناحيه الثانيه الى ديزيجنيتد. ده الباك بون فاست. الباك بون فاست ان انا ما اقعدش 50 ثانيه. خلي بالك انا قلت لك ايه؟ ان انا هقعد هنا 50 ثانية على البلوك ده ما اللي يتحول إلى إيه؟ إلى ديزيجنيتد. لا ده البلوك الباك فون فاست لا، في ثانيتها في لحظتها تمام. لو أنت فقدت الاستلام من السوبيريور بي بي ديو اللي جاي من سويتش 1 واستلمت السوبيريور بي بي ديو من سويتش 2، وعلى الناحية الثانية بتستلم السوبيريور بي بي ديو بتاع سويتش 1، لا انقل على طول من البلوك ده إلى ديزيجنيتد وفرود السوبيريور بي بي ديو إلى إيه؟ بتاع سويتش 1 إلى إيه؟ سويتش 2، وبالتالي سويتش 2 يرجع عن قراره، يرجع عن إنه يظن إن هو الإيه؟ الروت. طيب كلام جميل جدا. ده الايه الجزئيه في محاضره النهارده اتكلمنا عن السبانينج تري بروتوكول كور ميكانيزم، الاوفر فيو اوفر او ان اوفر فيو اوفر اس تي بي، السبانينج تري بروتوكول ستاندردز، والابلينك فاست، والباك بون فاست، والار اس تي بي. فاضل ملحوظه اخيره، فاضل ملحوظه اخيره. الار اس تي بي البورت رولز في الار اس تي بي روت زي الاس تي بي او الكومن اس تي بي عادي جدا، دي في ديزيجنيتد، اما البلاجد مسمى ليه مسمى مختلف الار اس تي بي اسمه الالترنت. الالترنت بيوازي البلاجد بورت، يعني الالترنت بورت يوازي البلاجد بورت في الكومن سبانينج تري بروتوكول. كذلك في ديسيبلد، ديسيبلد بورت، ديسيبلد بورت ده اللي هو البورت اللي هو يعتبر مش شغال، يعني بورت از نوت ان اكتيف مود، يعني مش شغال، يعني كبروتوكول داون ستاي داون. اوكي فادي ملحوظه كده ايه حبيت اقولها في الاخر. انا اعتبر خلصت. ان شاء الله مكمل معاكم في بورت 2. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.